الله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي فيما يتعلق بالبدعة والتبديع ذكر ضوابط للبدعة مع شرح تعريفها ومحترزات التعريف، ومثلنا بأنواع من البدع، وذكرنا أن من خطورة البدعة أن المبتدع لا يرى أن ما يفعله منكرا، بل إنه يتقرب إلى الله بذلك. وذكرنا أن كل تقرب لله بفعل ما نهى عنه فهو بدعة، كالتقرب إلى الله بسماع الملاهي والرقص كما يحدث في حلق بعض الصوفية، وكذلك التقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه أو على وجه لم يعتبره الشارع، مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة. وقلنا أنه لو فعله من طبيعة البلد للشتاء، للعادة، للمصلحة الصحية، أنه لا حرج في ذلك، لكن التعبد به، أن ينوي بهذا اللبس التقرب إلى الله، التعبد، هذه بدعة. ويدخل في البدعة أيضا الغلو في العبادة بالزيادة فيها عن قدر المشروع، كمن سجد في ركعة ثلاث سجدات مثلا، أو تقرب إلى الله بصلاة في كل ركوع ثلاث ركوعات، هذا تقرب على نحو غير مشروع ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك التشدد والتنطع في الإتيان بشيء يتقرب به إلى الله، مثل اعتزال النساء ولو لم يعتقد تحريمه، يعني لو اعتقد تحريم الحلال هذه مصيبة كبيرة، لو اعتقد تحريم اللحم أو تحريم الزواج مثلاً، لكن لو ما اعتقد التحريم وتقرب إلى الله بالترك، تقرب إلى الله بترك اللحم، بترك النوم في الليل، بترك النوم طيلة الليل طبعاً، ولا من سمات الصالحين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، تقرب إلى الله بترك الطيبات مثلاً، فهذه بدعة. وذكرنا من الضوابط أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية، وأن باب العبادات مغلق حتى يفتح بنص شرعي، لا يفتح إلا بنص شرعي. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على المشروعية، والأصل في العقود والمعاملات ما هو؟ الحل والإباحة، حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. وذكرنا الفرق بين هذه الأبواب، وذكرنا أن كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على نبي الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، وما أكثرها في رسائل الواتساب. وذكرنا أن من الضوابط تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو هيئة أو عدد بغير دليل، وأن ذلك يدخلها في البدعة، وأن التخصيص موكول إلى الشرع وليس إلى المكلف، وأن المكلف ليس له حق أن يتدخل في التخصيصات، لا تخصيص عدد ولا تخصيص هيئة ولا تخصيص زمان ولا تخصيص مكان، وأن هذا التخصيص حق لله تعالى فقط. وأنتم الآن انظروا إلى البدع الموجودة في الرسائل المتداولة، مبعث البدعة أحياناً قد يكون نبيلا من جهة الأصل، يعني أصل الدافع، ولكن هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعاء، وفي الحقيقة أنهم يبتدعون. مثال ورد في رسائل جوال في نهاية العام الميلادي الساعة 12 ليلا عند النصارى طبعا،
تقلب يقلب التاريخ، يصير عندهم دخول اليوم الذي بعده، وهذا طبعا مخالف للشرع والعقل. فإن الليل تبع النهار، وعندما نقول مثلا إن غدا الثلاثاء أو غدا الأربعاء، فمعنى ذلك أن ليلة الأربعاء تبدأ من المغرب قبل اليوم. فنحن الآن دخلنا في ليلة الأربعاء، نحن الآن بعد المغرب، ألسنا الآن صلينا المغرب قبل قليل؟ لما غربت الشمس هذه قبل قليل ماذا حدث؟ ماذا حدث شرعا وعقلا؟ دخلت ليلة الأربعاء، والفجر ستنتهي ليلة الأربعاء، ويبدأ صباح الأربعاء ونهار الأربعاء وما يطلق عليه أحيانا يوم الأربعاء. فالليلة تسبق اليوم، والليلة تبدأ من المغرب. الكفرة يعتبرون أن الساعة 12 ليلا هي بداية اليوم القادم، لا شرع ولا عقل، لا شرع ولا عقل. نصف الليل إيش فيه؟ الساعة 12 ليلا، ثم الساعة 12 الآن في هذه المنطقة الشرقية مثل الوسطى مثل الغربية مثل مصر مثل اليمن مثل المغرب؟ لا، ممكن يكون مثلا الساعة 12 مثلا في الشرق، هذا خلاص انتهى وقت العشاء، انتهى نصف الليل، ويمكن يوم في الغرب ما انتهى نصف الليل، قد ينتهي نصف الليل الساعة 12 والربع، قد ينتهي نصف الليل الساعة 11 والنصف، قد ينتهي نصف الليل الساعة 11 إلا ربع، بحسب المناطق وبحسب الصيف والشتاء، بحسب الصيف والشتاء. فإذا هم يعتبرون أن آخر يوم من ديسمبر ينتهي الساعة 12، وبعد ذلك يبدأ أول يوم من يناير. وقلنا هذا لا شرع ولا عقل، يعني حتى العقل لما تجد نصف الليل، حتى لو على نصف الليل، خلي بداية اليوم والليلة التي قبله، نصف الليل ليس سواء في العالم. الساعة 12 قد تكون أقرب للفجر، قد تكون أقرب للمغرب بحسب المكان والزمان. الشاهد أن بعضهم في الرسائل قال مثلا غدا آخر يوم من أيام العام الميلادي، والنصارى والكفار في الأرض ينتظرون الساعة 12 من آخر يوم من ديسمبر ليبدأ بعدها يناير في السنة في سنتهم الجديدة، وأنهم يحتفلون بهذه اللحظة بالخمور والمسكرات والرقص والفجور والحرام. وحتى الآن صحيح الكلام ماشي. فبادر يا عبد الله يا مسلم، الساعة 12 إلا 5 بصلاة ركعتين إلى الساعة 12:05 حتى ينظر الله إليك في وقت فجورهم وأنت تعبده، فيكون أنت خالفت النصارى وهم يفجرون ويفسقون ويرقصون ويسكرون وأنت تصلي. أيها الإخوة والأخوات، بلغوا، أرسلوا، لا تقف الرسالة عندك، نريد أن يرانا الله في هذا الوقت ونحن نصلي وهم يسكرون. ابدأوا الركعتين الساعة 12 إلى 5 ومدوها إلى 12:05. الآن شوف البداية، إن النصارى يفعلون صح ويسكرون ويفجرون والنصف الليل عند والسنة ولا عقل ولا نقل، صحيح. فبادر يا مسلم بالصلاة في هذا الوقت ركعتين من 12 إلى 5 إلى 12:05 حتى يراك الله في هذه الساعة وأنت وهم، هذه بدعة. لماذا؟ لماذا؟ تخصيص ركعتين تبدأ من 12 إلى 5 وتنتهي 12:05، هذه بدعة، وهو آثم وفتح باب ضلالة
ومخالف لما أنزل الله، ويشرع في الدين للناس ما لم يأذن به الله، ويبتدع وينشر البدعة ويحث غيره عليها ويرسل ويطالب بالإرسال. هذا مثال يا إخوان. وبعدين خذ أمثلة كثيرة. نريد حملة مليونية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نريد مليون صلاة الليلة، يلا مليون تحديدا، نريد مليون، يلا الحملة مثل الحملة المليونية هذه للصلوات بدعة، بدعة. يريدون تخصيص هذه الليلة حملة مليونية للصلاة. المسألة ما هي مسألة عادات، ما هي قضية عقود ومعاملات، ما هي مسألة أكلات شعبية وناس يعني تبغى يعني، لا، هذه الآن عبادة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود بها التقرب إلى الله على وجه لم يرد في الشرع. حملة مليونية ما حملة مليونية ما في في الشرع. فها أنت ترى أن باب الدين مخترق بالطول وبالعرض في رسائل الواتساب والأشياء يعني الوسائط المختلفة. ليه؟ لأن ما في فقه في موضوع البدعة، ما في معرفة لأصول البدعة، ما في معرفة للضوابط، ما في فهم لمعنى العبادة في الإسلام، حدود العبادة في الإسلام، من الذي يحق له أن يشرع، من الذي يحق له أن يحدد، من الذي يحق له أن يخصص. فذكرنا أن من الضوابط أن تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو هيئة أو عدد من غير دليل أن ذلك يدخلها في البدعة، وأن التخصيص من حق الشارع، من حق الله تعالى، وليس إلى المكلف ولا إلى الناس. وذكرنا أمثلة لهذه التخصيصات والتقييدات في العبادة بلا دليل. طيب، نضيف إلى ما سبق من الضوابط رابعا: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: العبادات توقيفية، فما شرعه الله ورسوله مطلقا كان مشروعا كذلك، وما شرعه مؤقتا في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان، انتهى من فتاوى الشيخ. فمن أطلق ما قيده الشرع فقد ابتدع، ومن قيد ما أطلقه الشرع فقد ابتدع. من أطلق ما قيده الشرع فقد ابتدع، ومن قيد ما أطلقه الشرع فقد ابتدع. ومن غير القيد من مكان إلى مكان فقد ابتدع أيضا. طيب، نأخذ أمثلة. قيد الشرع الأضحية بالعاشر من ذي الحجة، وجعل أيام الذبح ممتدة أيام التشريق، فمن جعل الأضحية في أول يوم من ذي الحجة قال: أنا سأضحي وأقيد أضحيتي بأول ذي الحجة، فقد ابتدع، لأن الله قيده بهذا اليوم العاشر وبعد صلاة العيد، يعني ما هو من الليل، ما هو من ليلة العاشر، قيده الشرع، قيده. فمن فتح التقييد وقال: ليش كل العشر وقت للأضحية، فقد ابتدع. في صدقة الفطر طبعا الشرع جعل صدقة الفطر مرتبطة بالفطر، والفطر يكون يوم العيد. متى يبدأ شوال؟ من ليلة العيد. ورخص الشرع في الأدلة بتقديمها يوما أو يومين. فمن أخرج صدقة الفطر بعد صلاة العيد أو ثاني يوم الاثنين شوال أو ثلاثة شوال، جعلها في كل شوال، فقد ابتدع. طيب، فإذا أولا المخالفة في الزمان وعرفنا، ثانيا المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد أو الطواف بغير الكعبة. فالشرع ما جعل اعتكافا مشروعا إلا في المساجد. فمن قال: سأعتكف في بيتي أو سأعتكف في قصري أو سأعتكف في مكتبي،
سأعتكف في مقر العمل مبتدع، لأن الشرع خص الاعتكاف بمكان معين فغيره إلى مكان آخر أو فتحه، قال أي ليش في المساجد؟ الاعتكاف في كل مكان، في المصليات حتى لو ما كانت مسجدا، في الدكان. هذه بدعة. ما في طواف صحيح في الدين كله إلا الطواف بالكعبة، لا يوجد مكان يصح فيه الطواف، عبادة الطواف، هذه الدوران الطواف، لا يوجد مكان في العالم يشرع ويصح فيه الطواف إلا الكعبة. فمن جعل قبرا يطاف به، وحتى لو ما كان قبر، لو قال ألا ترون العلامة البيضاء فوق جبل الرحمة الشاهد الأبيض، سأطوف به 7 شواط، وما هو قبر، ما هو هذا؟ بدعة، بدعة. فالشرع قيد الطواف بالكعبة، فتح التقييد وجعل الطواف بأي قبر وأي شاهد في جبل وأي مكان، أو نقل التقييد من مكان إلى مكان، أو إدخال زيادة على التقييد زيادة عليه، بدعة. ثالثا، المخالفة في الجنس كالتضحية بالدجاج، فالشرع جعل الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام، الإبل، بقر، وغنم، لا أرنب ولا غزال ولا ولا. أفتى بعض الضلال في بعض جامعات، يقولون يعني كذا في دولة إسلامية، أن الغلاء إذا دخل وحل في الخرفان تنتقل الأضحية إلى الدجاج، يضحى بالفراخ بدل ما تضحي بشاة تضحي بفرخة، تضحي بدجاجة. هذه المخالفة في الجنس بدعة. وحتى لو قال بحيوان أكبر، لو قال أنا أضحي بزرافة، أنا أضحي بفرس، هذه بدعة. رابعا، المخالفة في القدر كالعدد، كزيادة صلاة سادسة على ما شرعه الله في اليوم والليلة، وصلاة الظهر 5 مثلا، أو زيادة الركعات والسجدات كما قلنا. خامسا، المخالفة في الكيفية مثل الترتيب، كتعمد الوضوء بعكس ما ورد، فقال أنا سأبدأ بالرجلين، سأبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه ثم، هذا مبتدع، عكس الكيفية التي جاءت في الشرع، غير وبدل فيها. لو قال ببدأ بالرأس، قال ببدأ بالذراعين، قال ببدأ بالقدمين، مبتدع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. لاحظ قوله وليتم صومه، الشيء المشروع أمره أن يمضي عليه، والشيء المبتدع أمره أن يتركه، ما قال اترك كل شيء، يتم صومه لأنه نذر. ما هو تفصيل نذره؟ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فما الذي يصح من هذا النذر؟ المشروع فقط، ما هو؟ الصوم. بقية الهيئات المضافة بدعة. ما هو الحكم؟ تلغى. الحديث رواه البخاري يقول ابن رجب رحمه الله: فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بها. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، الباعث عليها أصلا إيش؟
يعني ممكن تقول باعث إيجابي، شيء كذا يعني قصده يعني تعظيم الخطبة النبوية، لكن ليست بهذه الطريقة. تعظيم بارك الله فيك أنك تأتي وتجلس وتدلم الإمام وتنصت، هذا التعظيم. تغتسل وتتطيب وتبكر وتأتي المسجد تدلم الإمام تنصت، هذا التعظيم، هذا التعظيم الشرعي. تعظيم غير الشرعي أن يقوم في الشمس واقفا ولا يقعد، نقول ما هذا تعظيم غير شرعي، هذا بدعي، أنت ابتدع. هو هيئته إيه تعظيم، أني أنا واقف ولا أقعد وأنا في الشمس وأنا، نقول ليس هذا التعظيم الشرعي. فليست كل الاستحسانات والآراء والأفكار التي تبدر للإنسان وتعن له وتخطر بباله وتأتي في عقله أن هذه يعني صحيحة. وهذه مشكلة الناس، فتحوا باب الاستحسان في العبادات بدون أدلة، فكل من استحسن شيء استحسن شيئا الرسالة واتساب، كل من استحسن شيئا في التويتر، كل من استحسن شيئا أنشر تؤجر. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك كله ويتبع في ذلك كله ما ورد فيه به الشرع، ما وردت به الشريعة في مواضعها، جامع العلوم والحكم، انتهى. خامسا: إذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فما هو الأصل؟ لو ورد شيء حصل فيه خلاف، هل هو عادة أم عبادة؟ ما هو الأصل؟ فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة. فالأصل في العادات التي اعتادها الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله، اقتضاء صلاة المستقيم. وقد سبقت الإشارة إلى هذا، فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنيئا لك. فقام رجل قال: هذه بدعة، هذا ذكر بدعة. وقال الآخر: يا أخي أنا ما قصدت الذكر، ولا أقول أنه ذكر، ولا أحث الناس عليه، ولا أنا ألتزم به، ولا أنا أعينه. باب ما يقول لمن نجا من هلكه، أنا الرجل أمامي جاء يقول لي صار لي غرقت ونجاني، لا قلت مبارك النجاة، مبارك النجاة، ما قصدي العبادة، ولا أنا اعتقدت، لا أنا ما اعتقدت أنه هذا ذكر أنافس به الشريعة والأذكار الشرعية، ولا أنا حددت. أنا ممكن أقول مبارك عليك، ممكن أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن أقول هنيئا لكم، ممكن أقول الحمد لله على السلامة، ما عندي أنا ذكر معين، أنا ما جبت ذكر معين ولا قيت ذكر معين بهذه المناسبة، ولا نشرت ولا حثيت الناس عليه، ولا أنا نفسي أعتقده، أنا ما حددت شيء، أنا قلت أي كلام طيب. يعني واحد طالع من هلكة إيش أقول له؟ يعني هذه المرأة جزاها الله خير تقول صاحبتي جاء طالع ولدت، فقلت الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، قيام مبارك، مبارك عليك الولادة، مبروك، مبارك الولد. أنا ما هي ما حددت عبارة معينة تعتقد أنها ذكر يقال بهذه المناسبة وتؤجر عليه أجرا خاصا من دون سائر الكلام وتتقرب به إلى الله، لا، هي الآن تهنئ صاحبتها على القيام بالسلامة من الولادة. فالآن لو صار نزاع وجاء واحد قال لا هذا ذكر وأنتم هذا ابتداع، ليش تقول هذا عند الولادة تقولي لها كذا؟ وقال آخر يا جماعة، قالت أخرى والله لا قصدنا الذكر الخاص ولا اعتقدنا بنص معين، لا نحن ولا نشرناه لغيرنا، وقصدنا أي كلام طيب ما جرت به العادة من تهنئة القاء التي قامت من الولادة، ما جرت به العادة من التهنئة بالسلامة من الولادة. لو صار نقاش
تفرض واحد يقول لا هذه بدعة، هذا ذكر، هذا ولا خلاص، هذه يا جماعة هذه عادة، عادة، عادات الآن، عادات الناس، طبيعي يعني، مرة قامت من الولادة يعني، إيش ما نقول لها سكتم بكتم كذا، نجي نقول ما فأشارت إليه كذا يعني كالأخرس يعني، إيش نبغى نتكلم، نبغى نعبر عن فرحنا ونعبر للمرأة. فما هو الأصل، إنه هذه عادة أم أن هذه عبادة؟ في هذا الموقف أنها عادة، وأنه لا بأس بها ولا حرج فيها، وأي كلام طيب تدل دلت محاسن الشريعة، يعني الشريعة محاسن، وقد دلت محاسنها على أن يواسى الإنسان في المصيبة ويهنأ في النعمة. ما وردت الشريعة بذكر معين لمن قامت من الولادة، فنحن نقول أي كلام طيب. وهذه عادات بيننا، عادات. الآن في قضية المولود مثلا، لا يعرف نص معين، مثلا يقال للمولود وجاء عن الحسن البصري يعني أنه قال بورك الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده، هذا الحسن لما قاله اخترع ذكرا خصصه وعينه واعتقد فضله ونشره بين الناس لا يقال غيره، هل هذا هو الواقع؟ لا، الحسن بادر، الحسن البصري رحمه الله رجل فصيح، ولد لأحد إخوانه مولود فدعا له بدعوات طيبة وهنأه، وواحد حفظها ونقلها. شوف، من اعتقد أنه هذه ذكر من الأذكار الشرعية يؤجر الإنسان عليها خاصة دون غيرها في هذه المناسبة الخاصة ويتقرب بها إلى الله كذكر العطاس وذكر السلام وذكر، خلاص هذا ابتدع، انتهينا، ابتدع، وقع في البدع. لكن هذا قال كلاما طيبا على عادة الناس في تهنئة بعضهم بعضا بالولادة بالمولود. أخي اشترى سيارة جديدة، جاله ترقية في العمل، على البركة أبو فلان، خلي الخطأ اللغوي، يا أبو فلان، يا أبو، وهي يا أبا كما قال بعض السلف، رأى على كيس حتى بعد تجار بضائع لأبو فلان، إن هذه البضاعة لأبو فلان، فقال سبحان الله يلحنون ويربحون، يلحنون في اللغة جر نصب كله احتيال ونصب ما فيه على اللغة العربية، قال يلحنون ويربحون، واللي عنده اهتمام باللغة مفلس في الغالب يعني، إنه على الحديدة، ولا أكثر هؤلاء أرباب الأموال يعني يعرف الأسماء الخمسة نصبا رفعا جرا. الشاهد الآن، هذا جاله ترقية مبروك، وحتى أحيانا مثلا يصير خطأ لغوي، مثلا واحد اشترى ناقة، مثلا ناقة سباق اللي هو يعني، أو اشترى ناقة يعني جيدة، فجاء واحد وقال مبروك عليك البعير، يعني مبروك عليك، مبروك عليك البعير، يعني هذه لو تنفذت انتهى خلاص، كارثة، هي مبارك يعني، مبارك عليك، لأن مبروك اسم مفعول، بركة، يبرك، بارك، مبروك، ولا قالوا مبروك عليك فاصلة البعير، مو هي مبارك عليك. طيب على أي حال، الناس العامة ترى ما يفهم مبارك مبروك كلها. فالآن هذه العبارات، عبارات التهنئة العامة، إيش ما يعني، هذه عادة، عادة بين الناس، ما فيها لا بأس بها، تصحح خطأ لغوي، صحح لك خطأ
المسألة مسألة اللغة، اللغة صارت عند الناس سهلة، لكن لا ليست الآن، هذه ليست بدعة، ليست بدعة. الزواجات فيها نص معين ورد، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، على البركة وعلى خير طائر، وردت نصوص معينة يتقرب بها إلى الله، يعني تقال على أن ذكر شرعي من الله، لها ميزة على بقية التهاني، ولا مانع من الإتيان بتهاني أخرى، فتكون التهاني الأخرى من باب العادة ويؤجر عليها الأجر العام، يعني هو أجر إدخال السرور على المسلم، الدعاء للمسلم بالخير، الأجر العام، لا أجر الكلام الخاص، الذكر والدعاء المشروع. فمن قصد بعبارة لم ترد في الشرع أجر الذكر المخصوص والدعاء المشروع فهو مبتدع. فإذا لو قال له في الزواج على هذا السؤال، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ويجيك الذرية طيبة ويتربى بعزك إن شاء الله، يتربى بعزك، يتربى بعزك، ما ورد في الشرع يتربى بعزك، لكن الناس تقول كلاما من التهاني العامة ما فيها شيء، لا بأس بها ولا حرج، ولا قائل يتربى بعزك ما يقصد بكلمة تربى بعزك ذكرا شرعيا له أجر خاص من الشرع وتقرب به إلى الله مبتغيا به ذلك المشروع الخاص، ما ليس هذا، كلمة طيبة يقولها الناس، نفس الشيء التعزية. الآن ورد نص معين، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده جزاء مسمى، فاصبر واحتسب، ورد. لو جاء واحد قال ألبق براسك يا فلان، عامي، طيب أحسن الله عزاك، وينظر في العبارات هل فيها إشكال، مثلا البقية في حياتك، البقية في حياتك، هل مثلا إذا ما فيها شيء لا مانع، لو قال أقصد الخير والبركة ولا أقصد يعني أنه بقية عمر هذاك اللي مات تجيك أنت، لأنه أصلا ما في هناك، ما في شيء هناك بقية، لو في بقية ما مات خلاص، إذا جاء أجلهم لا، ما في، لا يستقدمون ولا يستأخرون، تهينا، ما في، استوفى، استوفى، كل واحد يموت استوفى أجله، ما في ولا لحظة ولا دقائق ولا ساعة ولا شيء، ما في بقية، يعني بمعنى أنه كان له بقية ونحن ندعو أن تروح لولده ولا لأخيه، لا، ما في بقية، هو هذا عمره كله خلاص. فإذا لو جئنا في مناسبة معينة كالزواج والعزاء وذكرنا، قلنا الذكر المشروع وأضفنا إليه أشياء أخرى، أضفنا من باب العادة لا من باب العبادة، لا من باب التقرب بالذكر المعين الخاص الذي له أجر خاص، ليس من هذا الباب، وقلنا كلاما آخر طيبا، لا مانع، لا مانع، هذه من عادات الناس المباحة بينهم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وفي الشرع ما يشهد لهذا، حيث جعل الناس يهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه في حديثه الطويل، وكثير من التهاني التي تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل، لأنها أمور عادات لا عبادات. انتهى كلام الشيخ. هل البدع خاصة بالأفعال والأقوال، أم أنه ممكن يكون في بدع أخرى غير الأفعال والأقوال؟ في بدع بالفعل يفعلها الناس، وفي بدع في المقابل، ها، ترك، في بدع فعلية وبدع تركية، يعني ليس البدع، ليس البدع فقط انها تفعل، وفي بدع تترك فيها ترك، تترك اشياء فتصير بدعة. نريد ان نتعرف على ضابط البدعة التركية، البدعة التركية هذه يعني جديرة بالانتباه أيضا. ضابط السنة التركية أولا: ما هي الأشياء التي تركها سنة؟ هل هناك أشياء تركها سنة؟ يعني مثلا نعرف في السفر أن السنن الرواتب تترك إلا سنة الفجر، طبعا قيام الليل تفعل، سنة الفجر تفعل،
الصلوات الأخرى غير السنن الرواتب، الضحى، تحية المسجد، ركعتين وضوء تفعل، كل ركعتين وضوء تفعل. لكن جاء في السنة ترك سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، أن هذه لا تفعل في السفر. إذن من السنة تركها، وتركها يؤجر عليه إذا قصده، إذا قصد الترك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على تركه. الترك ترى عبادة. الحين الصيام، إيش الصيام؟ الصيام ما هو؟ كذا ها تعرف الصيام، ترك المفطرات من الطعام والشراب والنكاح، ترك المفطرات من الفجر إلى المغرب بقصد. إذن الترك، الترك أيضا ممكن يكون عبادة، وبناء عليه تدخله السنة وتدخله البدعة الترك. فالترك حالة بشرية وهي مجال للثواب والعقاب، ومجال طبعا للإباحة، وأن الإنسان لا له ولا عليه. لكن جدير بالمسلم أن يتأمل في موضوع الترك هذا، لأنه يمكن يطلع له من وراء أجر، وقد إذا ما فقه فيه يصير عليه وزر. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، شوف هذه قاعدة عظيمة مهمة للغاية، للغاية في فهم موضوع البدعة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود الداعي إليه، يعني في عصره مع وجود الداعي إليه وانتفاء المانع منه يعتبر سنة، يعتبر هذا الترك سنة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء مع وجود الداعي إليه وانتفاء المانع منه يعتبر سنة، والزيادة عليه تكون بدعة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. وأصل ذلك أن المسلم مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالفعل سنة، وإذا ترك شيئا فالترك سنة. هذا وحي ما ينطق عن الهوى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحتى السنة تعريفها من قول أو فعل أو ترك أو هم بفعل. فالمسلم مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالفعل سنة، وإذا ترك شيئا فالترك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك فعل شيء ليسن لأمته هذا الترك. هذه مسألة، ترى مسألة دقيقة وعميقة. الحين في الحج في منى، إذا جاء يوم جمعة مثلا، افرض يوم الحادي عشر كان جمعة، الثاني عشر من ذي الحجة كان جمعة، فقال الحجاج في منى نريد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة وشأنها عظيم وأجرها كبير، ونحن جالسين جالسين ونحن جالسين جالسين. فنقول لقد ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجمعة عرفة، وما صلى جمعة في عرفة، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة في نمرة، وخطب بالناس لا خطبة الجمعة لكن خطبة المشهد العظيم، خطبة التذكير كما خطب في منى، لأنه في الحج خطب عدة مرات انتهازا لاجتماع الناس، خطب عدة مرات، خطب في منى، خطب في عرفة، خطب. فإذا هذه الخطبة الآن في عرفة ما كانت خطبة جمعة، وكان يوم جمعة، والصلاة ما كانت صلاة جمعة، كانت صلاة ظهر وعصر جمعا وقصرا. نقول إذن ترك الجمعة بمنى سنة، وأفضل من فعلها، بل إن فعلها غير مشروع. تركه عليه الصلاة والسلام فتفعله أنت، أنت أخشى لله منه، أنت أعبد لله منه، أنت أفقه بشريعة الله منه، خلاص انتهينا. هذا موضوع الترك دقيق،
يقول ابن القيم رحمه الله: وأما نقلهم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لتركه عليه الصلاة والسلام فهو نوعان وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد الراوي: ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، ترك التغسيل وترك الصلاة على شهداء أحد. هذا الترك ليس نسيانا ولا إهمالا بل ولا اضطرارا، انصرف الأعداء راحوا خلاص ورجع وأمر أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا. وكذلك في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. لاحظ، في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. إذن صلاة العيد ما لها أذان ولا لها إقامة، وكذلك صلاة الجنازة. قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به: ما يقولونه الآن صلاة العيد أثابكم الله، مخالف للشرع، لأنه أذان، هذا كالأذان أو كالإقامة. صلاة الجنازة أثابكم، ما هذا؟ هذا هو نفس المعنى، هذا هو. فهذه بدعة، وكونهم يخبرون عن الجنازة أنها رجل أو كذا لا مانع، لا مانع. يقول الصلاة على الرجل، الصلاة على الرجلين، الصلاة على الطفل، الصلاة على المرأة والطفل، هذا من باب الإخبار حتى ينوي أو يعرف أو يقول، يعني يدعو المصلي. فهذا ما هو نداء ولا إقامة، مجرد الإخبار. يقول الصلاة على الرجل، إخبار الصلاة على الرجل، لكن الصلاة على الجنازة هذا يا أذان يا إقامة، يا مثل أذان مثل إقامة، هذا ليس من الدين. دع ما تتابع عليه الناس وما تعار وما كذا وما اشتهر وما لا، مو كل شيء اشتهر وحدث فهو صحيح. الناس عندهم بدع كثير. إذن صلاة العيد لم يكن لها أذان ولا إقامة ولا بأي صفة من الصفات، يعني ما في أذان وإقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما ونظائره، إذن هذا الترك سنة. يعني صلاة العيد ترك الأذان لها والإقامة سنة، صلاة الجنازة ترك الأذان والإقامة لها سنة، ترك التغسيل للشهداء سنة، ترك الصلاة على الشهداء سنة. قال ابن القيم: والثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. فإذا الترك النبوي إما أن يخبر به الصحابي تصريحا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن لا ينقل هذا الشيء عنه، والصحابة لا يمكن أن يكتموه ولا أن يفرطوا في نقله، لأنهم ينقلون الشرع وهم مسؤولون أمام الله عن نقل الشرع وتبليغ ما فعله نبيهم وما تركه. فإذا لما لم ينقلوا عرف أن الترك سنة، ولا يلزم أن يصرح الصحابي إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كذا كذا ترك كذا، وهذا ترى شيء ما يعني، هذا شيء غير محصور يعني. فكونه لم ينقل يعني أنه تركه ولا يحتاج إلى نقل، فتارة يصرح الصحابي أنه ترك
وتارة لا يصرحون بالترك، ولكن عدم نقلهم للفعل يعتبر نقلا لعدم الفعل، نقلا للترك. مثال: عدم نقلهم لتلفظه بالنية في الصلاة. ما نقل صحابي واحد، لو سبرت كتب السنة من أولها إلى آخرها وعشت عمر نوح تبحث، لن تجد نقلا أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل الصلاة: نويت أن أصلي لله تعالى فرض الظهر والظهر الحاضر 4 ركعات مقيما خلف الإمام. يقول الله، هذا ما ورد أبدا تلفظ بالنية إطلاقا إطلاقا. قال ابن القيم: وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه، يعني بعد السلام التفت المصلين يرفع يديه ويرفعون أيديهم جميعا ويدعو ويؤمنون، هذه بدعة. لماذا؟ ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول هات الدليل أنه ما فعلها، نقول هات الدليل أنه فعلها. يعني لو فعلها يا أيها بين قوسين العبقري، يعني سيترك الصحابة نقل ذلك؟ يعني في فكرك، يعني في تصورك أن الصحابة يصلون خلفه 5 مرات يومياً كذا سنة كلهم يجمعون على عدم نقل أي شيء يتعلق بدعاء جماعي بعد الصلاة أو تلفظ بالنية قبل الصلاة؟ يعني تتخيل، يعني تتخيل أنهم فرطوا فيه، ما نقلوا كذا جحد، يعني إيش جحدا ولا إهمالا ولا كسلا ولا تعمدا لإخفاء شيء من الدين تفريطا؟ إيه هات، ليش ما نقلوه؟ لو كان فعله لنقلوه. نقلوا كنا نعرف باضطراب لحيتي قراءته باضطراب لحيتي، يا شيخ نقلوا الدقائق، نقلوا دقائق الدقائق، تفاصيل التفاصيل، حتى في الصلاة السرية نقلوا أوصاف دقيقة، أشياء دقيقة نقلوها، وكيف التسبيح وكيف الحركات وكيف فعل وكين فتل عن يميني وعن شمالي ولا عن شمال وماذا يفعل وكيف، بدت تفاصيل الدقيقة، ونقلوا عدد شعرات الشيب التي في رأسه في عنفقته وصدغيه وجانب طرفي، نقلوا كل اشتبه. يعني في دقة أكثر من هذه؟ في أمانة أكثر من هذه في النقل؟ في اهتمام؟ والله ما يمكن ولا يمكن ولا تجد لأحد من أهل الأرض نقلا لشمائله وحركاته وسكناته وأفعاله مثل ما نقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبيهم. فكونهم ما نقلوا جهرا بنية قبل الصلاة ولا دعاء جماعيا بعد الصلاة معناها أنه ما حصل، معناها ببساطة شديدة جدا أنه ما حصل، ما فعل. خلاص، هذه يا إخوان، وهذه في النقاشات في موضوع البدعة مهم جدا هذا الكلام. هذا يعطيك يعني أبعادا في القضية وحججا فيها وفهما لها في غاية الأهمية. قال: وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقولي اللهم اهدنا في من هديت يجهر بها ويقول المأمومون كلهم آمين، يعني يقصد القنوت الدائم في الفجر، لم يثبت. ومن الممتنع كنتيجة لكلام القيم رحمه الله، نقول ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير، رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل بها يوما واحدا. وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف، لكن ورد الاغتسال لدخول مكة صح ولا لا؟ ورد في عرفة، في وردت عن الصحابة أيضا أشياء، لكن اغتسال المبيت بمزدلفة لا، لرمي الجمار لا، لطواف الزيارة لا. ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه
كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، هذا خطير يعني. قال: ولا فرق. وترك عليه الصلاة والسلام فعل أمر من الأمور إنما يكون حجة، فيجب ترك ما ترك بشرطين. الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مهم. أين؟ لم يجي واحد يقول لك الآن ميكروفونات يا حبيبي بدعة تستعملونها في الأذان في الصلاة في المساجد بدعة. ليه؟ يقول: ما فعله ولا استعمله بدعة. فالكلام في الرد الآن، شوف: تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور إنما يكون حجة، فيترك ما ترك بشرطين. الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي لفعله بشرط انتفاء المانع، علمنا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما تركه ليسن لأمته تركه. أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيا، فإن تركه عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إن فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم يصير مشروعا غير مخالف لسنته متى وجد المقتضي لذلك ودلت عليه الأدلة الشرعية. مثال: قتال أبي بكر المرتدين، قتال أبي بكر لمانعي الزكاة. الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي له، يعني مثلا قتل المنافقين، قتل عبد الله بن أبي، هذا الآن كان له داعي ولا ما كان له داعي؟ كان له مقتضي ولا ما كان له مقتضي؟ كان له فائدة ولا ما كان له فائدة في العهد النبوي؟ ها؟ وجد المقتضي، كف بلاهم، ما أذوه في عرضه وأهله ودينه وإخوانه، ما خلوا شيء. أليس قتل عبد الله بن أبي وأصحابه له مقتضي في العهد النبوي ولا لا؟ طيب فعله؟ لا. ليش ما فعله مع وجود المقتضي؟ وجود مانع، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لئلا تنقل الأخبار في جزيرة العرب إن اللي دخل في دين ما لهم أمان، هؤلاء معه يصلون قتلهم. ما يفهم البعيد، ما يفهم. ثالث الخبر: واحد منه محسوب عليه من أصحابه داخل فيهم، فجأة ذبحوا. ليه؟ الإسلام ما في أمان، نمكن نسلم يمكن يذبحونا. ولذلك بعض الطوائف هذه الآن المصنوعة لتشويه الإسلام. هذا شوف السبب الذي من أجل عليه الصلاة والسلام ترك قتل بعض الناس هم يفعلونه. هو ليش مو ترك قتل عبد الله مع وجود المقتضي؟ لأجل عدم تشويه الإسلام. هذول شوف يدرسون السنة كذا الأعداء، وشوفوا وين اللي ترك ويفعلونه، وين اللي فعل ويتركونه. ما فعله لتشويه الإسلام، اصنعوا ناس يفعلونه لتشويه الإسلام. تركه لعدم تشويه الإسلام، جيبوا ناس يفعلونه لتشويه الإسلام. فكر فيها، ما احنا ما أغبياء، فكر فيها. الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي له في عهده بسبب مانع، وذلك كتركه عليه الصلاة والسلام قيام رمضان. ليش ما واظب على صلاة التراويح في رمضان؟ هي لها مقتضي ولا لا؟ لها سبب إنها يجمع الناس؟ لها. ليش ما واظب عليها؟ ليش فعلها أياما ثم تركها؟ لوجود ما خشيت أن تفرض على المسلمين. بعد وفاته المقتضي موجود والمانع زال. ها أيوه نفعل ولا لا؟ نفعل خلاص نفعل. عمر فقيه فعل.
والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بخشية أن يفرض عليهم، فإذا زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية مشروعا غير مخالف لسنته، وذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، بل إن هذا العمل يكون من سنته صلى الله عليه وسلم لأنه عمل بمقتضاها. انتهى من قواعد في معرفة البدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة.